حياكم الله في فقرة إبداعات، وطبعاً ودي أكلمكم شوي عن النحت، خاصة فيما لو عرفنا أن النحت هذه من الفنون الصعبة جداً، ويعني كثير من الأمم بالذات لها يعني ثقافات وحضارات، ولها يعني كثير من الأشياء الآثار المتروكة دل على رقي هذه يعني الدول. فن النحت من الفنون اللي حقتها بالفعل صعبة، لأنها لها أنواع ولها أشكال وأشياء كثيرة. عندما نبدأ نتكلم عن فن النحت بالطين فهو جمع طرح، في الخشب أيضا هو جمع طرح أيضا، إنما بالحجر حقتها كله طرح لأسباب، القطعة اللي تنكسر أو تروح خلاص ما تعوض، لأنها تكون يعني كتلة لها علاقة في أرضية الكتلة الكبيرة، لذلك لما تنفقد خلاص يعني القطع عشان تنفذ يعني بكذا رؤية بصرية، ما تتنفذ من جانب واحد، لذلك هي صعبة ومحتاجة، لازم المتتبع القطع لازم يلف على العمل ويشوفها يعني بشكل كامل دوران كامل. الحجر وخاصة الحجر أنواع كثيرة طبعا، في الحجرة اللي اشتغل أمامكم هنا، وفي عنا في الرخام وفي الجرانيت وفي البازلت وفي يعني أنواع كثيرة من الأحجار. هناك أيضا لايمستون اللي هو يسمونه الحجر الليموني، في بلاك سوبستون اللي له علاقة الليموني مع الصابوني، وهذا سهل في قطع صغيرة، وطبعا وإن كان أصعب هو الجرانيت حقيقة ويحتاج إلى قوة وشدة. في السابق كانت العملية نحت من العمليات الصعبة جدا، لأنها يعني حقا تأخذ وقت وجهد بالذات مع السكيل أو مع الأحجام الكبيرة، لأنه كان العمل يدوي. إنما حاليا في يومنا هذا وعصرنا هذا تغيرت الأساليب، هناك فيها عدد، في آلات، فيها طرق ممكن يسويها، الآلة تساعد على نحت أشياء كثيرة، حتى مسألة يعني التلميع وإلى آخره كانت يدوية، أما الآن كلها مثل ما تعرفون كلها آلات، وممكن واحد يلمع ويسوي ويصنفر ونحصل على يعني كذا سطح ممكن لامع ممكن خشن، كلها بالآلات. فن النحت يحتاج إلى صبر وصداقة، يحتاج إلى يعني معرفة تامة بالهذا، وبعيد عن يعني تجمعات الناس، لأنه الغبار ماله وقطع ماله قد ممكن يعني تعور بعض الأشياء، والغبار طبعا نفسه هذا يثير كثير من المشاكل بالذات على الأجسام اللامعة. لذلك فن النحت يحتاج إلى مكان خاص، يحتاج إلى استوديو خاص، فن النحت يحتاج إلى مكان بعيد عن ضجيج المدينة أحيانا حتى لا يزيد الضجيج. فن النحت يجب أن يكون عادة ما يكون في فترة يعني الشمس بدايتها، يعني لما تطلع يعني الغبشة، ونفس الوقت اللي عنده يعني يبغى يشتغل تحت الإضاءة. من أشهر الأخطاء اللي يقع فيها النحات عادة هي مشاكل الحقيقة النسب، لأن بعض الأعمال محتاجة لنسب معينة، محتاجة العمل أيضا يعني، وهذا طبعا كثير منهم يقع فيه الخطأ، يشتغل بقطعة دون ما يحسب حساب مثلا هناك في عرق، لأن الحجر أيضا في عروق، العرق هذا قد يعني يكسر القطعة قطعتين بعد جهد كبير. دائما الأخطاء تتكرر في وين؟ في الشيل والحط. ايضا ممكن يعني الاطراف اطراف ممكن تدمر، تضطر يشتغل فيها من جديد، لذلك حساسيه الحجر محتاجه تاني وصبر، ومحتاجه يعني بالفعل واحد يكون هاضم، ولازم يعمل سكتشاته. كثير من النحاتين ما يسوون سكتشات، قد تكون ميزه بعضهم حافظ الشكل في راسه مثلا، ولكن لما نعمل سكتش، واحنا طبعا بالنسبه للنحت نعمله عن طريق بعض الشكل نفسه يكون طين، شكله أمامنا بنفس المقاسات مكبرة بنسبة 1:10 1:15 حتى نصل إلى الشكل المعقول، ونحسب حسابنا أن كثير من النحاتين يدوب يشتغل على أطرافه ويترك الحجر يعني القطعة تكون صماء، لا لازم نعمل فيها فراغات. كثير من النحاتين ما يشتغلون على الفراغ، ما يشتغلون على نسبة الفراغ في القطعة، وهذه مهمة جدا، لأن الفراغ أحيانا يعمل توازن ما بين كتلة الحجر وكتلة يعني الهواء اللي جاية داخل القطعة. أنا أنصح الشباب اللي يجون يشتغلون من ناحية يجب يكونون صبورين جدا، لأن الصبر مطلوب في العملية النحتية أولا. الشيء الثاني والأهم من هذا كله أنه
أنصح يبدون بقطع صغيرة من ثم يتجهون للقطع الكبيرة، ويكونون يحققون كثير من الجماليات في بعض القطع، لكن ما يشتغلون على قطعة واحدة، لأن أنا أؤمن أن القطعة الواحدة عبارة عن صدفة، ولا ينبهر بالقطعة الواحدة، لازم تكون لك عدة قطع حتى تكتمل صورة النحت. يعني ما معناته أنه يشتغل على عمل وقد يجزأ، لكن الفكرة واحدة لأنه يحتاج إلى بحث. ولذلك أنصح دائما الشباب وطلابي أنا بالجامعة عندي البحث البحث البحث، ما مش غلط واحد يشوف الأعمال اللي سبقتها، مش غلط يروح يبحث الفنان، لكن برضو يستفيد ويكمل. لذلك الفنانين الشباب أو طلبتنا الموجودين عليهم يبحثون أيضا، خاصة تخصص يعني الفنون الجميلة أو الفاين آرت، علينا نحن نشوفهم يعني نشوفون كل أنواع الحجر ويجربونها. وعالمنا الآن ما أصبح فقط نحت، لا، هناك في ميكس ميديا، هناك تركيبات، هناك دخلت خامات مواد، صار فيها يعني حجر على خشب، على معادن، على ولدنج حديد، على يعني أشياء كثيرة. لأن الآن العمل النحتية ما عاد زي زمان بكلاسيكية، يعني يكون العمل النحتي كلاسيكي كما يعني كان زمان، إنما الآن مع تطور الوقت والزمن وإلى آخره أصبح العمل النحتي فكرة متكاملة. في الختام يعني أتمنى أنكم استفدتوا من يعني بعض المعلومات الموجودة، ويعني يا ليت تمرون على النحت وتشوفونه وتجربونه، وهذه نصيحة عامة لكل الناس، وإن شاء الله نلتقي معكم في أخرى.